الشباب المغرب النادي القنيطري كتفادى خطيره الفائده فريق النادي القنيطري. ابعاد كره من طرف دفاع فريق المغرب الفتي. دائما عناصر فريق النادي القنيطري تبحث عن المنفذ. هذه محاوله اخرى لفائده النادي القنيطري. منصور بايو ضيعها، فرصه مواتيه لفائده فريق النادي القنيطري. بالنسبه للدفاع ديال النادي القنيطري مكون من اربعه مدافعين هم القروز كرومي والترابي واللاعب الشيبي. الماس من اجل الدود عن قيمه وسمعه الماس من اجل نقل الثلاث في التفاد الركنيه. خطيره لفائده فريق المغرب الفاسي. كان تهديد للنادي القنيطري قبل هذه المحاوله وهذا رد فعل لفريق المغرب الفاسي. تحدثنا على البوساتي فهو لاعب للان ما تحطمش الرقم القياسي ديالو على مستوى البطوله الوطنيه ب 27 هدف. هذه كانت محاوله لفريق المغرب الفاسي. الفاسي للمنتخب الوطني المغربي. ركنيه لبعيده الماس والترابي في المكان المناسب يبعد الكره الدحمني يعيد الكره للاعب المنيعي اللي جا من يعني كتكون خطيره الكره ملي كينفذها واحد كيلعب بالرجل اليسرى وكتكون في الجهه اليمنى كتاخذ صبغه الخطوره. هذا اللاعب مسكيني ومرير للشيبي. شيبي خطيره اللاعب منصور. منصور يضيع يضيع هدف يعني دار ثقه بزاف اللاعب. لا ماشي دار ثقه، هو ما مولفش كيكون في ثقه. الرجاء خرج البلاغ مسؤول، بلاغ واضح هو الاخر يساند في التحقيق وينكد بما وقع بالامس بالمركب الرياضي محمد الخميس مدينه الدار البيضاء. ضربه خطا لفائده فريق المغرب الفاسي. تفوت خطيره بعيده عن مرمى الحارس على المسكيني. الفريقين جوج كيلعبوا بالطريقه ديال 4-5-1 سو سيستيم نيسيسيت ان تايمينغ اكسيبسيونيل دون لو جو دو تريون ما يغيب في هذه المقابله. فربما انه الفريقين كيلعبوا بهذا النهج ولكن هذاك لو تايمينغ في بناء العمليات في لو جو دو تريون وما كاينش وبالتالي كتغيب علينا ديك الفرجه كتغيب علينا ديك المحاوله ديال التهديف. كاين ان اونجاجمون فيزيك صحيح ولكن ديك الفرجه اللي مطلوبه في كره القدم فهي كتغيب من جانب الفريقين. وعند فريق المغرب الفاسي البحث متواصل عن الهدف في هذه المباراه لكن تكتل على مستوى خط الفريق. هذه العمليه من زاويه اخرى. الهدف الاول لفائده فريق النادي القنيطري. لاحظ توفيق شوف شوف طلب يعني الكره والاطار طريقه ذكيه. ربما كاين هناك لا اريد التدخل في هذا الاتجاه ولكن الغطاس ربما كان متقدم على المدافع. ونطلبوا من المخرج انه يعطينا بالعرض البطيء. الجبهه الدفاعيه كبدع الكره اللاعب غطاس مسجل الهدف الوحيد. كتمشي عند اللاعب امعنان في اتجاه كرارشي. تمريره يعني وسام البركه كان قريب او اللاعب اشرف بن شرقي كان قريب من تسجيل هدف التعادل لفائده فريق المغرب الفاسي. هداف المغرب الفاسي هو بن شرقي باربعه ديال الاهداف من اصل 12 هدف اللي مسجل الان في هجوم المغرب الفاسي. ف رغم انه شيء قليل بالنسبه لبن شرقي ولكن الترابي يمرر بسرعه لجروتن. جروتن يعني بالسرعه ديالو يقلق راحه دفاع فريق المغرب الفاسي. جروتن من الجهه اليسرى صاحب التمرير التي اعطت الهدف. جروتن يخترق يسدد. هذا لاعب يعني كما قلت يشكل خطر على دفاع فريق المغرب الفاسي. يكسب قوه الاختراق بميزه حسنه. عناصر المغرب الفاسي تبادل 28 نقطة هي يعني تعد بشيء كثير. دقيقة واحدة كوقت محسب بدل ضائع وإجراءً يقود حملة قنيطرية. ما كاينش خطأ. الحكم يعلن عن ضربة مرة لفائدة فريق عند بداية الجولة الثانية. إلى اللقاء. سندت فريق النادي القنيطري في هذه المباراة
وفريق المغرب الفاسي هو الآخر. جماهير غفيرة حجت بأعداد محترمة من أجل مناصرة المغرب الفاسي. أنا المغرب الفاسي لا الكاك ولا المغرب الفاسي في وضعية يعني صعبة، في وضعية صعبة على مستوى سلم الترتيب العام، والمؤازرة ضرورية في هذه المرحلة بالذات من أجل الانسلال عن منطقة الخطر، من أجل الابتعاد عن منطقة الضيق. ربما في ذاك الاتجاه كنظن بأنه انتدابات ما كانتش في الاتجاه الصحيح، وحتى ضيعات عليهم داك لا بريباراسيون في الاتجاه الصحيح. فاسي حتى ركنيه لفائده فريق النادي القنيطري. الاعاده نتابع محاوله اللاعب منصور مع فرضين عليه فريق النادي القنيطري رقابه نظرا لمستواه الكبير، نظرا للتوغلات ديالو الكبيره على مستوى الجبهه الاماميه. على المسكيني، يعني كان على المسكيني غير ارتكب خطا اخر لولا تدخل الحكم الذي اعلن عن خطا فاسي بالعرض البطيء. نتابع ان على المسكيني كان بامكانه يعني يشد الكره، لكن كان يسرى توفيق اجرة بالسرعه ديالو كذلك التوغلات ديالو يمرر خطيره. رد فعل كبير ديال الكيلاني، وحتى الضربه الراسيه كانت ذكيه. اصعب كرات ديال الحارس هي الكرات الراسيه، هي الكرات القذفات بالراس هي الاصعب للتصدي من طرف الحارس. بالإعادة ومختلف الزوايا نتابع المحاولة ديال فريق النادي القنيطري. ركني لمنع غير فد التماس للماس كرة الوراء، هذه محاولة من عناصر المغرب الفاسي لإخراج عناصر نادي القنيطري للبحث عن ممرات. الميزة ديال نادي القنيطري في استرجاع الكرة هو الكادراج ديال لو بورتور دو بال، هو كيساهم بشكل كبير في استرجاع الكرة ديال النادي. محاولة لفريق المغرب الفاسي، بلاكمان يتوغل من الجهة اليسرى يسدد. المغرب الفاسي فانا ما ذكرتش نقاط القوة، فما ما لقيتش حتى نقاط قوة ديال الفريقين في هذا اللقاء. وأشرف بن الشرقي يقود حملة فاسية، كريويطا يسدد، مرت كرة بعيدة شيئا مع مرمى الحارس. على المسكيني دخول اللاعب الشحاني، يمرر للاعب الشحاني. الشحاني كيحتفظ بالكرة للجهة اليمنى للاعب عادل المسكيني. عادل المسكيني تمريرة، هذا تهديد آخر بواسطة لاعب الكرو. لاحظ أن اللاعب الكرو انتقل من المدافع أيسر إلى قلب هجوم هو اللي ضيع هذه المحاولة. وربما هذه من الطلعات ديالو الكلام اللي داروا طلعة، يعني من طلعات القلال، لكن هذا حاجز خط وسط، حاجز دفاعي، وكيجي الشبيب في الحاجز الثالث اللي كيأمن الدفاع ديال فريق النادي القنيطري. محاولة خطيرة من اللاعب المنيعي، ومرات محادية لمرمى الحارس على المسكيني ديال المغرب. بالنسبة لي بالعطاء ديال المغرب الفاسي هو هذا كيبقى شخصي، كيناني حارس موجود دائما، صوابني أمن الدفاع في ظل الغيابات. بالكجان قائد الدفاع ديال المغرب الفاسي حموده لم يصد كثيرا، او باقل مجهود انه يحافظ على نقاء الشباك وعلى الهدف المسجل واللي عطيه التفوق حتى الان. جاوزنا الدقيقه الرابعه والحكم كيطلب تنفيذ ضربه خطا، كيتنفذ خطا لفائده فريق المغرب الفاسي. نهايه المباراه مشاهدينا الافاضل بفوز فريق النادي القنيطري على فريق المغرب.